Mm-hmm. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد مع ليله جديده من ليالي شهر رمضان بل قل مع الليله الاخيره من ليالي شهر رمضان ومع سؤال جديد واخير في هذا الشهر هذا السؤال هو لماذا كان رب رمضان هو رب سائر العام رمضان هو نموذج لأعمارنا فيأتي نستقبله بالترحاب ويمر سريعا ولا نستشعر مروره إلا أن نسمع أن هلال شوال قد ظهر أعمارنا هكذا كشهر رمضان تماما تبدأ ونعيشها ونجد فجأة أن أعمارنا قد قد انتهت فخذ شهر رمضان نموذج لحياتك في في هذه الحياة الدنيا أيام المعدودات كما قال الله سبحانه وتعالى والناس بعد رمضان على أصناف صنف سعيد حزين سعيد لانه اتقى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر على قدر استطاعتي وبذل الجهد وحزين لمرور شهر رمضان شهر الطاعات شهر القربات شهر اغلاق النيران شهر فتح جنه الله سبحانه وتعالى شهر تصفيد الشياطين شهر الصيام والقيام وقراءه القران فالانسان يحزن لان الشهر قد مر صنف اخر منا يحزن على مرور الشهر وانفلات الشهر من بين يديه وهو لم يقدم فيه المطلوب منه لم يقم الليله الا قليلا ما احترم صيامه وانما وقع في الغيبه وفي المنكرات وفي الزور وفي اللهو وفي غير ذلك وما قرا كتاب الله سبحانه وتعالى الا القليل منه فهذا حزين على انه ما اطاع الله كما كان ينبغي هذا حزين وصنف اخر من الناس لا يهتم لا يهتم لا بشهر شعبان ولا بشهر رمضان ولا بشهر شوال هو عايشه خلاص زي ما تيجي تيجي هذا صنف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهه وأن يتوب عليه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فرمضان يأتي من بعده شوال ويأتي من بعد شوال شهور الله الأخرى فنحن الآن نتكلم عن شوال وعن الشهور الأخرى فهل نضيع طاعاتنا في شهر رمضان من آخر ليلة في رمضان هل هذا عقل هذا كما وصف ربنا سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة قاعدين طول الشهر نغزل زي الست دي اللي عقلها تعبان طول الشهر احنا نعمل كده لكن هي بعد ما تغزل السوب ده تروح مقطعاه حتت فهل هذا من العقل؟ انما رب رمضان هو رب سائر العام. ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. هل عدة الشهور عند الله هي شهر رمضان فقط؟ لا، رب رمضان هو رب شعبان هو رب شوال هو رب سائر العام. يأمرك بالطاعة ويأمرك بالتقرب اليه. وبعبادته في كل شهور السنة وفي كل أيامك وفي كل وفي كل ساعات فتعال ننظر ماذا نفعل في شوال ماذا نفعل من الليلة الأخيرة في رمضان اليوم بعد أن صفضت الشياطين في شهر رمضان فالشياطين الآن تتحرر وتسعى في إفساد الناس فمنذ هذه الليله ياتيك الشياطين ومرضت الشياطين ومن اجل ان يوسوسوا لك ويزينوا لك المعاصي من اول ليله انتبه واحذر ان تقع في خطوات الشيطان وفي تزيين الشيطان وكن على صله بربك سبحانه وتعالى الذي كنت على صله به طوال شهر طوال شهر رمضان عليك أن تسارع إلى التوبة تقول التوبة من ماذا؟ التوبة هذه وظيفة عمر وظيفة عمر ألم يغفر للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك كان يستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم مئة مرة وسبعين مرة في المجلس الواحد ويكسر من الاستغفار ويأمر الناس بالاستغفار فالتوبة عبودية لله سبحانه وتعالى ومن منا المعصوم لا معصومة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من تقصيرك طوال شهر رمضان، ومن تقصيرك فيما مر قبل ذلك عليك، واجعل التوبة وظيفة لك يومية، بل وظيفة كل ساعة وكل لحظة أن تتوب إلى الله وتستغفر إلى الله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا انظر إلى العمل وإلى دوام العمل. فبعد ان كنت في شهر رمضان تصلي التراويح وفي العشر الاواخر تصلي التهجد بعد ذلك تخرج منذ الليله الاخيره من رمضان من ليله العيد هكذا لا تصلي ولا ركعه احب العمل الى الله ادومه ونحن لا نقول لك يعني صلي قياما طويلا كما كنت في رمضان وخاصه في العشر الاواخر لكن النبي عليه الصلاه والسلام اكان بالله عليكم يقيم الليله في رمضان فقط لا أم عائشة تقول ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا غير على إحدى عشرة ركعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يميز العشر أواخر من رمضان بالقيام طوال الليل لكنه كان يقيم الليلة طوال السنة صلى الله عليه وسلم فلا تحرمن نفسك من قيام من قيام الليل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله ابن عمرو ابن العاص يقول لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل ثم ترك ويقول لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن صحابه النبي عليه الصلاه والسلام عندما راى رؤيا واراد من النبي ان يفسرها له وقصتها حبسة على النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي عليه الصلاه والسلام نعم العبد او نعم الرجل عبد الله عبد الله بن عمر لو كان يقيم من الليل او يصلي من الليل فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك يداوم على صلاة الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام زكّاه لما يستمر على على قيام الليل، واستمع إلى هذا الحديث جبريل عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يا سلام على الحديث ده. اه عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي مجزي به، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، فلا تحرمن نفسك من قيام الليل ولو بالقليل. القليل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا عمل عملا اثبته وكما قلت احب العمل الى الله ادومه وان قل. تعال الى الصيام. النبي عليه الصلاه والسلام سن لنا صيام سته ايام من شوال متتابعات او متفرقات والمتتابعات افضل المسارعه الى الله سبحانه وتعالى مع جواز هذا وجواز ذاك وقال النبي عليه الصلاه والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال أو بست من شوال كان كصيام الظهر أي كصيام السنة صم الاثنين والخميس نبي عليه الصلاة والسلام يقول هذان يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صم ثلاثة أيام من كل شهر نبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صم ثلاثة أيام من كل شهر يقول لأبي ذر رضي الله عنه إذا صمت فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لا تحرمن نفسك من من الصيام فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله او بعد الله بين وجهه وبين النار سبعين سبعين خريفا لا تحرمن نفسك ولا تحرمي نفسك من قراءة القرآن فإن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وحسن على قراءة القرآن وقال كل حرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها ولا اقول الف لام ميم حرف وانما الف حرف ولام حرف وميم حرف فقارئ القران الذي يعمل به كالاطرجه كما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اي كالتفاحه طعمها طيب وريحها وريحها طيب فلا تحرمن نفسك من كلام الله سبحانه وتعالى كيف تحب الله وانت تبتعد عن كلامه وتهجر كلامه ولا تقرا القران الا في خلال شهر رمضان شهر رمضان فقط فعليك بالقيام وعليك بالصيام وعليك بقراءه القران وعليك بطاعه الله سبحانه وتعالى في كل ساعات النهار وفي كل ساعات الليل لان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي حتى يأتيك الموت فعليك أن تترجم أعمالك في رمضان إلى أعمال بعد شهر رمضان فما رمضان إلا صيام ورأينا سنن الصيام وما رمضان بليل في ليله إلا القيام ترويح والتهجد ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الليلة عليه الصلاة والسلام في سائر العام ورمضان كسرت قراءة القرآن لا تهجر كتاب الله سبحانه وتعالى فعش طاعة الوقت واتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وبعد وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج وأرجو أرجو أن أكون قد حققت فيه ما أصب إليه وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وما كان من خطأ من نفسي ومن الشيطان وما ابرئ نفسي فان النفس اماره بالسوء. اشكر كل العاملين في قناه الندى ان اتاحوا لي هذه الفرصه، الفرصه لالتقي بحضراتكم كل ليله في شهر رمضان وارجو ان اكون عند حسن ظنهم باذن الله رب العالمين، واشكر فريق العمل الذي عمل معي طوال هذا الشهر. آه كل فريق العمل وعلى رأسهم آه الأستاذ المخرج محمد أسامة آه جزاه الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم وأكتفي على هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين